السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما انتم شايفين معي توزيعة بريدج لينكس. بريدج لينكس عبارة عن شيء جميل جدا للي حاب يستخدم الارتش. ليش؟ لأن هي ارتش بالإضافة إلى واجهة سينمون وواجهة جنوم. هذا يعني انك انت راح تتخلص من جميع خطوات تركيب الارتش. كل اللي عليك تسويه انك تركب النظام هذا وبس. الارتش مثل ما هو معروف عندك خطوات كثيرة. الخطوة الأولى انك تنزل النظام نفسه عن طريق طبعا تثبيت نصي ما في أي واجهة رسومية. بعد ما تنزل النظام راح تضطر تسوي اعدادات يدويه، وغالبا راح تضطر انك تسوي اعدادات الاتصال يدويا اذا كان عندك بعض المشاكل بالويرلس مثلا. بعد ما تسوي هذا راح تضطر انك تبحث عن تعريفات بنفسك، التعريفات المناسبه لجهازك. ما في يعني اوتو ديدكت، ما ادري وش يسمى. المهم انه ما في بحث تلقائي تمام للتعريف. بالاضافه الى انك بعد ما انك تركب التعريف وهذا الى اخره، راح تركب الاكس بنفسك اللي هي الواجهه اكس. طبعا الاكس هذه ما هي بالواجهه نفسها، الاكس هذه مجرد واجهه تعلمك انه يشتغل النظام. بعد بهذا تختار الواجهه اللي عموما هي سالفه طويله. انت بالنظام هذا اللي بريدج لينكس عندك ارتش، عندك جنوم، ابدا بالاستخدام اعدادات كامله. طبعا خلينا ناخذ اول شيء فره سريعه على الواجهه وش موجود بالواجهه. بعد هذا راح اعطيكم بعض الخطوات البسيطه اللي تسهل لكم استخدام الارتش. طبعا انا عدلت بعض الاشياء. اول شيء خلونا نشوف النظام من وين تحمله. طبعا هذا هو الرابط للتحميل. في عندك الاكثر من نسخه، فعندك النسخه الاولى حقت الاكس اف سي اي. اذا انت حاب تستخدم واجهه اكس اف سي اي موجود بالوصف تحت. واجهه اكس اف سي اي وشي عندك الكي دي اي برضه موجود تحت، عندك الجنوم هذا اللي نستخدمه الان، وعندك اللايت اللي هي الاكس دي اي. تمام. طبعا بالنسبه لي انا فضلها بصراحه، يعني سويت دونيت للشخص هذا لانه يعني سوى له اشياء كثيره. فاذا حد منكم حاب يتبرع للشخص هذا يتبرع له، لانه بصراحه وقف علينا عناء طويل. طيب الحين عندنا الواجهه. بعد ما اختار طبعا تختار حسب المعالج حقك. انا معالجي 86، في ناس معالج 64 ياخذ 64. طيب خلصنا من ذا. الان نجي نشوف التوزيع وش جاي معه. افتراضيا المتصفح الافتراضي عنده كروميوم تمام. لاحظت شيء غريب انه ما يجي مع توزيعات. بالنسبه لفايرفوكس ما يجي مع توزيعه، راح اعلمك شلون طريقه تثبيته. نشوف البرامج اللي جايه مع توزيعه. طبعا الجرافيكس جاي مع الجنب، افتراضيا يجمعوا جنب 2.6، لكن مع التحديث راح يجيك 2.8 لان ارتش. في عندك الانترنت مثل ما قلت لك جاي مع كروميوم، وجاي مع الايفوليوشن، وجاي مع امباثي تمام. في عندك الاوفيس، ليبرا اوفيس جاي لكنه مو كامل، فانت لما تفتح الليبرا اوفيس راح تتحمل الليبرا اوفيس كامل. البروجرامينج الاخوان المبرمجين يعني في عندك بعض الاشياء ممكن تساعدك في الكيو تي، ممكن تركب بعض البرامج اللي تبي. الساوند اند فيديو في عندك برنامج اللي هو جنوم بلاير، وفي عندك بورسيرو، لكن راح اعلمك طريقه تثبيت الفي ال سي بحيث انك تستغني عن اي برنامج ثاني. سيستم تولز ما في اي شيء بالسيستم تولز، مجرد يعني اضافات بسيطه. راح اعلمك برضه طريقة بعض الاضافات اللي تساعدك ان شاء الله على استخدام التوزيعة. اذر ما في اي شيء ثاني. في لو تلاحظ في عندك السينمون سيتنجز وغيره تمام. طيب طريقة التعامل مع التوزيع طبعا بعد تركيب التوزيعة تمام. الموضوع ان شاء الله بسيط. تفتح اول شيء الطرفية. اول شيء تسويه راح تحدث النظام، تأكد ان نظامك اب تو ديت. فتكتب طبعا سودو باكمان اس واي واي. بالطريقة هذه راح يسوي تحديث المخازن. طبعا اللي يبي تفاصيل اكثر ترى انا موجود، لكن انا بعلمك شلون طريقة بس الاستخدام يعني العادي. هذا اللي سويته انا، ما واستخدم طبعا استخدم انت الواجهة هذه اذا كنت حاب استقرار اكثر. الاكس اف سي اسرع عموما. خلصنا الحين نسوي التحديث. في عندك ترقية النظام وهي شيء مهم برضو. باكمان اس يو يو الان راح يبدا يقول لك انه فيه تحديثات جديدة. الحين التحديثات هذه كلها امر بسيط، لكن اول ما تثبت التوزيع انا حملت 400 ميجا علشان التحديثات تمام. يعني اضطريت انتظر حوالي نص ساعة او يمكن اكثر عشان اخلص اللي هو التحديثات كاملة. في عيوب للتحديثات، عيب النواة الجديدة بالنسبة لي انا ما تناسب الصوت عندي، فراح نعلمك الحين شلون طريقة تثبيت نوبات مستقرة. طيب خلصنا الحين من هذا وهذا. بعد ما تخلص الأمرين هذه تعيد التشغيل وتجي تطبق التالي. طبعا أنت محتاج فايرفوكس، اللي عليك تسوي تكتب سودو باكمان اس كابيتال فايرفوكس
راح يقول لك هذا الفايرفوكس وما ادري ايش الى اخره. انا مركب الفايرفوكس. بعد ما تركب الفايرفوكس في برنامج ثاني تبيه اللي هو مثلا باكمان بعد غير الفايرفوكس مثلا عندنا مثلا تور اذا حاب انك تستخدم برنامج تور ولا تويتر تمام. لكن الاهم من هذا اللي هو جنوم تويك تول وهي اداه تساعدك على استخدام واجهه جنوم او واجهه جنوم شل هذه. طبعا الاداه هذه انا صراحه موجوده بال خلونا بس نشوفها. من الاشياء اللي تساعدك عليها انه يكون عندك سطح مكتب قابل للاستخدام، لان سطح المكتب افتراضيا نوم شل غير قابل للاستخدام، ما في زر يمين، فلما تحط الخيار هذا بيصير عندك قابل للاستخدام، تقدر تغير خلفيه بسرعه من هنا. بعد هذا ابي بعض الناس بيقول انا بستخدم النواه المستقره اللي انا استخدمها حاليا، النواه خلينا نشوف شو اسمها، نسيت الظاهر ثلاثه بس اللي هي 3.0.31 طبعا LTS اللي Long Term Support. فشلون نستخدمها هذه؟ اللي عليك تسوي تكتب سودو باكمان اس كابيتال بعدين لينكس LTS راح يقول لك هذه هي النواة الجديدة. طبعا تضغط انت واي وتثبت النظام. بعد ما تخلص تثبيت النواة شلون اقدر استخدم النواة؟ سودو جي اديت بوت جرب منيو ليست تدخل على الملف هذا تمام. زي ما انت شايف هذا ملف اللي هو تشغيل النظام. تنزل لين تحصل عندك اللي هو هذا فيليوم لينوز ابحث عنه، ما راح تحصل بجنبه LTS راح تحصل بالشكل هذا. انت راح تضيف عليه LTS بعدين تجي لما هذه مره ثانيه وتبحث عن راح يكون بالشكل هذا بس انت تضيف LTS تمام. ما في اي شيء ثاني، ما في شيء ثاني خلاص وقفت عليه التشغيل. مبروك عليك اللي هي النواة الجديدة تمام والنواة المستقرة عفوا. خلصت تقريبا من الاشياء اللي ممكن تساعدك على تثبيت النظام. برضو في باقي شغلة مهمة اللي هو تركيب الفلاش الفلاش عشان تتابع اليوتيوب وغيره. اس فلاش بلجن بالشكل هذا. بعد ما تركب الفلاش بلجن في عندك برضو تذكرت اللي هو سودو باكمان VLC راح يثبت لك اللي هو لا اله الا الله VLC. مشكلة راح تواجهها أنت بالتوزيع أول ما تستخدمه وهي الباكمان يمكن غير قابل للاستخدام، فأنت تكتب سودو باكمان برضو اس كابيتال باكمان عشان يركب لك نسخة جديدة من الباكمان. بعد ما يخلص تركيب الباكمان أنت تصير بعد هذه الخطوة تصير قابل للترقية وغيره. الاستفسارات والأسئلة أنا موجود ما عندي مشكلة، لكن لا أحد يرسل لي شيء على الخاص رجيعا علشان الخاص ممكن مرد عليه، لكن العام في ناس كثيرين أبخص يمكن يعرفون حاجات أكثر من. شكرا لمتابعتكم. توزيعة بريدج لينكس إلى الآن أنا مستقر ومبسوط معه، وش أحسن منك تستخدم أرش جاهزة. شكرا لمتابعتكم، لايك وسبسكرايب تدعمني كثير. مع السلامة.